الله الرحمن الرحيم. انا ام حسن اسوى الاتشار تسوى بالليمون واسوى بالهنبة. اقطع الهنبة لقطع صغار واحطها مع الفلفل الاحمر والفلفل البودرة الحمراء مع الزيت، اكثر الزيت عشان ما يخرب هاي ما يخرب الاتشار، واخليه بعلبة كبيرة لمدة شهر شهر ونص، اخليهم بالعلبة ما افتح عنهم، ما اخلي الهواء يضربهم. نفس الشيء الليمون نفس الشيء، احطها بعلبة كبيرة مع الزيت مع الفلفل، الفلفل الاحمر بودرة والفلفل الاخضر. الحين زمن هذا نضيف عليه الجزر، نضيف عليه البطاطس، نضيف عليه الاشياء يعني غير ما الاول. اول بس ليمون ومانجا، الحين لا، الحين نسوي عليه الجزر، نحط البطاطس، نحط عليه اي شيء بهالاتشار. نفس الشيء الاتشار الاول ونفس الحينه، نفس الحينه بس البهارات نفس الشيء، بالزيت اوقات نسويها بالزيت زيتون، الحين بعد شوي نسوي، اول نسوي بس بالزيت، الحين لا طورناه بس نسوي بالزيت زيتون، تطور الحين. وحطوا بعد مع الفلفل ومع الجزر ومع البطاطس واللي تبي، يعني اللي يضيف عليه اشياء فلفل، يسوي عليه كمون، يسوي عليه الفلفل الاحمر البودره، يبقى حار زياده يزيد عليه فلفل، ويسوي يعني شطه يكون حار، بس لازم يكون الزيت اكثر عن البهارات، يعني يغطي عليه كامل. وسوى عليه يعني هاي شغلتنا الاوليين. ومثلا اتشار الطماط، اتشار الطماط نقطع الطماط ونحطها على النار لين يستوي نعيم يعني، وهذا نقطع عليه البزار الاحمر والزيت. مثلا نجيب السنوت نحطه، نقلي السنوت مع الثوم، نسوي الثوم معه، مع الثوم والزيت والسنوت والليان، ونخلطه وبعدين نصبه على الطماط ونحركه مع الطماط لين ينضي، وبعدين يعني يكون نكهته بالفلفل الحار، نقليه بالفلفل الحار، الفلفل اليابس، نقلي الفلفل اليابس ونحطيه مع الأتشار، ويطلع نكهة يعني حلوة بالأتشار. وهاي يعني الشغلة مع الأتشار، الفلفل الأتشار أنواع، مثلا إذا بتسويه مع الفلفل مع الثوم تسوي الأتشار مع الثوم، بدون ثوم تصير بقى مع الثوم بدون ثوم. ومثلا الشتني، الشتني يصير مع المانجا مع الصبار، والشتني يصير مع المانجا، نطحن المانجا نعمه وبعدين نطحنه مع الثوم مع الكزبرة مع النعناع ومع الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر، نخلطه ونسويه بالملح والفلفل ونطحنه ونقليه على النار مع الزيت، ويصير هالأتشار بعد أتشار المانجا. وهاي أتشار أنواع، في أخضر، في أنواع أحمر، في أنواع برتقال، يعني اللي تبى الألوان تسوي الألوان، يختلف الألوان مع الأتشار. اللي يحب الأتشار الأحمر مع الفلفل يكون حار وايد، إذا تحبي أخضر تكون مع المانجا، يكون المانجا أكثر غالب على الفلفل، ومع الطماط تكون الطماط أحمر بكثير يعني زيادة طماط، ومع الأتشار أتشار الطماط لازم تكون فيه فلفل زيادة وسنوت والزيت والورق، ورق الصالونة، ورق الغار يسموه، يخلطوا معه. وهالشكل يعني هالأتشار اللي سووه الحين، أتشار الطماط نقصص الطماط صغار ونخليه على النار، نخليه على النار لمدة ساعة ساعتين متى يدوب الطماط لين يروح منه يجف منه الماي الطماط، بعد ما يجف الماي ونكسره يستوي نعيم، بعدين نجيب الزيت نحطيه على النار، نحر الزيت، نحط عليه سنوت، نحط الثوم، نحط الفلفل اليابس، نقليه ونحطه بشو اسمه، والورق مال الصالونة هالورق الغار نقليه بعد، ونصبه على الطماط، ونصب الفلفل الأحمر، ونصب الملح، نسوي ملح وعلى قياس ملح وقياس الفلفل الأحمر، ونحطيه كله مع بعض
ونخليه لمدة نص ساعة مع بعض. بعد ما يخلص بعد نص ساعة نشوفه عاد نخلص يجف من الجف من الماء وكل شيء يكون الطعم حار. هاي الأتشار الطماط. والشتني نفس الشيء. الشتني بس نجيب المانجا الأخضر ونقشرها ونخلطها بالخلاطة مع التوم ومع السمسم. نسوي السمسم مع التوم والكزبرة ونحطها بالخلاطة والنعناع. وهناك نجهز الزيت مع السنوت، نقلي الزيت مع السنوت. بعد ما خلص يحمر السنوت نجيب الزيت هذا نصبه على الشتني وخلاص، يعني يطلع طعم فلفل أتشار. هذا الأتشار العربي. هاي الأتشار العربي نسوي فيه الهمبة، نقطع فيه الهمبة مع الزيت ونسوى مع البهارات ونخليه لمدة أسبوعين ثلاثة مسكر عليه، ما نفتحه لين يستوي، لين نروح وينضي، يعني ينضي الأتشار يستوي خلاص ناضي ومنتهي كل شيء، بعدين نفتح عنه وما نخليه يضرب الهواء أو شيء. مع الفلفل ترى والسنوت ومن كل شيء البهارات نسوى فيه. هاي المانجا ونكتر عاد نمزره، أكثر شيء زيت نسوي فيه الزيت عشان ما يخرب. وهذا الهندي. هذا هندي عاد يجيبوا مع بعد نفس الشيء، يستعملوا بعد مع الزيت نفس الشيء، مع المانجا مع الجزر مع البهارات مالهم مع نفس السمسم، ما ادري الفلفل هاي الاخضر والفلفل الاخضر وهاي المانجو وهذا ما ادري اللوبيا وهذا الجزر، كل شيء يسووا فيه والبطاطس، ويخلطوا مع بعض ويسووا بعلب ويبيعوا. هاي بزارات مالنا. والأتشار طماط عاد بعد نفس الشيء، بس هاي عاد يسووه على النار. هاي لا، هذا ما يسووه على النار، هاي يجففوه فوق يحطوه بالشمس بس بعلب، وخلوه بالشمس ما يضرب الهواء لكم لشهر لثلاث أسابيع لشهر، لازم ما يفتحوا عنه. هاي الأتشار عندنا احنا نستعمله. بعد ما نشوفه نفتح عنه ونشوفه خلاص ناضي، يعني مستوي بروحه، ما اخذ البهارات النكهة البهارات وما اخذ الفلفل وما اخذ الزيت، وكله يعني تام بها خلاص ناضي. اذا فتحنا عنه ما يضيع، بس ما نفتح عنه لمدة شهر تقريبا. بعلبه تم بعلب مسكر علي، ماشي فرق وايد. يعني الحين حتى احنا نسوي فيه بعد في الحين بعد يقطعوه صغار صغار ويخلوه بعد نفس الشيء، سوى عليه فلفل عليه الزيت والفلفل وها نفس الشيء، يعني ما يختلف وايد. ومع الجزر يسوى عليه نفس الشيء، يعني ما يختلف، بس أول سوى بس بالمانجا والليمون، الحين لا يسوى عليه الجزر، يسوى عليه البطاطس، يسوى عليه لوبيا، أي شيء يعني الحين غيره عادي، بس نفس البهارات يعني مع الفلفل ومع الكركم مع الزيت. هاي السنوت هاي والفلفل الأخضر والفلفل اليابس هاي يسوى علي عشان ينضي. البهارات والله يستعملوا السنوت مثلا، هاي السنوت الصغار، هاي السنوت يستعملوا للأتشار مع الفلفل. الفلفل بقى يستعملوا معاهم، هذا الفلفل يستعملوا يتوحوا داخل الأتشار، ويستعملوا بعد مال ورق الصالونه الحين ما موجود عندي، نفس هاي بس صغار يكون ورق صالونه، يستعملوا بعد مع الاتشار. ويستعملوا بعد في شيء بعد الحبه السوداء يستعملوها مع الاتشار، يعني هاي شغلتهم. الحبه السوداء نفس هذا يستعملوا السنوت، وهاي شو اسمه بهاراتهم. والفلفل النعيم هاي الاحمر، فلفل الحار مال فلفل الهندي استعملوا فيه. وهاي بس شغله يعني البزارات البهارات ماله. البهارات العربيه وايد لكل شيء، يعني البهارات العربيه استعملوها للاكل للمكبوس، حتى البرياني، حتى الصوالين، السمك، الدياي، اللحم، هاي كل بهارات عربيه يحبوها، يعني البهارات العربية وايد نستعملها. مع اللوم اليابس، مع نخلطه مع اللوم اليابس، بعد نسوي اللوم اليابس عليه على الصوالين مع المكبوس، يعني تطلع نكهة حلوة.
الأتشار الطماطم يعني نحطيه على النار ما يطول، يعني الأتشار الطماطم تم 4 ساعات أو شيء، إنما الأتشار هذا اللي مع العلب يطول، يعني خليه شهر كامل على في العلب لين ينضي، وهذا لين ينضي يعني بلي وقته هذا. بس في أتشار يعني ما لازم الواحد ينتبه ليه، إذا طول زيادة عن لازم بعد يخرب يقطن وهذا. وبنسوي عليه الشتني، نسوي عليه أي شيء، يعني تبي الحين أنواع أشياء جديدة كل شيء، يعني تشتريها من السوق أنواع مختلفة، يعني الحين مسوي عليها من كل شيء، يعني ما مثل أول بس ما المانجا والأتشار الليمون، إحنا متعودين على الليمون وعلى المانجا في البيت، بس الحين بالأسواق من كل شيء، يعني المخللات من كل شيء، من الجزر من البطاطس من الجزر من البطاطس من المانجا من الليمون من حتى شو اسمه اشياء، يعني ما حتى التمر الحين يحطوا فيها مع التمر بعد يسوي الاتشار، اتشار التمر الحين يحطوا نفس الشيء بالزيت بعد، بس بالفلفل تكون شطه حار مثلا بال نفس الليمون نفس يطعمه يعني شويه حلو مع التمر. وفي بعد انواع بعد الجزر يطعمه شويه حلو، بس يعني على قياس، في حد يحب الحار وايد في حد ما يحب الحار وايد، في مكتوب عليه بعد اللي يبى حار زياده احمر يكون زياده، واللي يبى خفيف يكون خفيف يعني اصفر يكون. وانواع يعني من اولى من كم مصانع، يعني ما مصنع واحد، من بنغلاديش من الهند بروحه من بمبي من حيدرباد، انواع اللي الاتشار ما من نوع واحد. والحين عندنا بعد الحمد لله يستعملوا يعني يسووا في البيوت الحين الاتشار، اهم شيء تكون البهارات يكون فيها الفلفل ويكون فيها السنوت ويكون فيها الورق هذا ورق الغار والزيت، اكثر شيء تكون بهاراته بالزيت، تكثر يعني الفلفل الاحمر مع الزيت مع الملح مع الكركم عشان ما يخرب. وهاي يعني لازم بهارات تكون بالأتشار، بدون بهارات ما تكون حارة أتشار، يعني على الأقل تبوا الفلفل على الأقل كيلو ما يكفي الفلفل، إذا في دبة إذا تبي شطة حارة أكثر عن كيلو يكون الفلفل الحار، ومع السنوت ومع الليمون يكون حامض يعني شوي يخف حرارته، إذا كان حامض المانجا مع الليمون تخف حرارته شوية، بس تكثري زيت يعني يكون الزيت زيادة. ويعني أهلنا الحين كلهم على الأكل لازم يكون الأتشار، العيال يحبوا الأتشار، يأكلوا مع السمك المقلي مع الدياي المقلي مع هذا لازم يكون أتشار عندهم، لازم يكون شطة عندهم حارة. أيام قبل ما أول ما نسوى وايد الأتشار، أهلنا ما يحبوا وايد الفلفل الحار، بس الحين العيال وهذا يحبوا الأتشار الحار، الشيء الحار يحبوه العيال، الأتشار يكون فيه حرارة وايد وفلفل زيادة يعني. بس المخلل ما لازم يكون فيه يكون حار، صحهم هذا الأتشار يخللوه شهر وهذا نفس الشيء يخلوه شهر مخلل. المخلل ما سووا فيها بهارات، اللي سووا فيها بس الفلفل والملح المخلل مع الخيار مع الفلفل، هذا المخلل يسووه مع بس مع الفلفل الأخضر ومع الملح ومع الخل. بس الأتشار لا، الأتشار تكون فيها السمن زيت يكون زيادة، يكون مع البهارات الحمراء مع الفلفل اليابس ومع الكركم، هذا الأتشار غير المخلل. المخلل ما يسووا فيها الكركم، يسووا فيه الفلفل الأحمر، ما يسووا فيها الأشياء مع السنوت مع الحب الهندي الحبة السوداء، هاي الأتشار للأتشار. الأتشار خلوه على الأقل شهر شهر ونص، خلوه على بالعلبة ما يفتحوا عنه. المخلل لا، المخلل أسبوعين 3 أسابيع خلاص يتخلل يكون مخلل خلاص.
لا نفس الأتشار العربي أو الأتشار الهندي نفس الشيء، مع الزيت مع الفلفل الأحمر يكون، مع الكركم، مع السنوت مثل الحبة السوداء تكون معهم، هاي كان عربي وكان هندي يعني، بس على حسب اللي يحب حار زيادة يكثر فلفل، واللي يحب خفيف يعني ما حار يقلل من الفلفل. بس هاي هذا الأتشار الأول إحنا نقطع المانجا بروحنا ونقطع الليمون بروحنا، يعني وقت ليمونة وقت الصيف إحنا يكون عندنا المانجا زيادة أو شيء نقطع ونسوي الأتشار ونسوي الليمون ونسوي بيدينا مع الفلفل، مع نسوي بعلب مع الفلفل مع الزيت مع الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والفلفل اليابس، ونخلي مع السنوت مع الحبة السوداء. بس الحين الأسواق وايد يعني متوفر الحين مع من كل شيء يعني، حتى في شو اسمه أتشار الجزر، أتشار البطاطس، أتشار المانجا، أتشار الليمون، أنواع الحين الأتشار يكمل حتى بالثلاجة ما يخرب، لأنه في زيت زيادة يعني اللي فيه زيت وفيه فلفل وملح ما يخرب يتم يطول. والله أول أهلنا نجمع أنا وأهلي يعني قاعدة الوالدة وخواتي وأهلنا يراننا نجمع مع بعض ونجيب الليمون ونقطعه، يعني نتعاون على الليمون ونقطع الليمون، حد يسوي ليمون، حد يسوي الزيت، حد يسوي يجيب الفلفل، حد يجيب أي شيء، ونلمه مع بعض ونقعد مع بعض ونسولف ونسوى. وغير يعني كان لمتنا غير، ومع اوقات المانجا يجيبوا مع بعض، يجيبوا الاهل لنا المانجا واحنا نقطع ونقعد في البيت ونقطع، نلتم احنا واهلنا كلنا ونقطع ونجهز كل شيء، الزيت مع الفلفل وهذا ونسوي. الحين لا، الحين ما يعني كل واحد بروحه، الحين الاتشار موجود بكل مكان، يجيبوا من برا ما مثل اول لما ومع بعض ونجمع صح، نروح نقطع الليمون نقطع المانجا ونجيبه ونحضر ونسوي بروحنا يعني في البيت، غير أول غير عن الحين. الحين لا، الحين نجيبه جاهز، وهاي يعني شغلتنا أول، شغلتنا الحين يعني الحمد لله. أول الحمد لله عايشين صح، تعب ورها وركيض وهاي، بس غير عن الحين. الحين كل شيء موفر لنا، كله سهل يعني، ماشي تعب ماشي ركيض ماشي الحمد لله يعني. الدولة ما مقصرة الله يخليها، الله يخلي شيوخنا ويطول بعمارهم، ما مقصرين.